ومعنا مشاهدينا الكرام من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوزي اللامي. مرحبا بك أستاذ محمد فوزي. إذن القوات الحكومية أعلنت قتلها مسلحين من تنظيم الدولة في اشتباكات في محافظتي نينوى والأنبار، كيف تنظرون إلى إعلان هذه الأخبار؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. يعني منذ البداية كان هنالك عدة تصريحات وعدة تقارير تشير بأن المعلومات التي تطلقها الحكومة في بغداد معلومات غير صحيحة، معلومات مبنية على أسس سياسية وأهداف سياسية بعيدة عن الواقع. التنظيم تم خسر الأراضي، ولكنه نحن اليوم نتعامل مع تنظيم هو الجيل الثالث من الجيل الجهاديين، هو ليس طالبان وليس تنظيم القاعدة. تنظيم أثبت بأنه فكر تقريبا متقدم، يتفاوض ينسحب ويتقدم متى ما تمكن. لذلك نجد بأن هنالك الحكومة اليوم لا تتعامل والقوات الحكومية لا تتعامل بواقعية مع هذا التنظيم. في الطرف الثاني هنالك استغلال لهذه الحركات، تحركات تنظيم الدولة من أجل تعبئة الشارع العراقي في إسناد هذه الحكومة. لكن حقيقة هذه التنظيم الدولة لن يتم القضاء عليه بالشكل المطلوب المهني، بالعكس تم التعامل مع هذا الملف على أنه ملف سياسي. واليوم نجد أن هنالك تحركات لهذا التنظيم، تجمعات يضرب ويستهدف، قتل يعني 8 عناصر من ضمنهم عامر لواء في سرايا السلام في سامراء. اليوم تتعدد خارطة تواجد هذا التنظيم، وهذا يدل على ضعف هذه المؤسسة الحكومية وعدم واقعيتها في التعامل مع الحالات الإرهابية. ولكن ما الغاية أو الهدف من وراء هذا الترويج في هذا الوقت بأن هناك يعني معارك جديدة ومواجهات مع تنظيم الدولة وإعلان قتله الآن؟ يعني هو بالنتيجة هذا الملف الأمني، نحن نعلم بأن الحكومة ليست لديها أي إنجازات، وتستخدم الملف الأمني والورقة الأمنية وأمن المواطن كورقة ضغط وورقة ابتزاز للشعب العراقي. تأكيد هي تتعامل مع هذا الملف مع تغير هذا الواقع السياسي. اليوم هنالك صراع داخلي ما بين الميليشيات، صراع داخلي ما بين البيت السياسي الموجود في بغداد. وصلت الأمور بأنه اعتقالات ما بينهم، اشتباكات ما بينهم، إغلاق المقرات وهمية لميليشيات الحشد الشعبي. أخذت الضوء حقيقة وتسليط الضوء وتركيز المواطن العراقي، بدأ المواطن العراقي يتحدث عن وهمية هذه الميليشيات. اليوم نجد بأن العمليات الإرهابية والحديث عن تنظيم الدولة هو قد يكون متقصد ومتعمد لخطف الأضواء مما يجري داخل من صراع داخلي ما بين هذه الميليشيات. ألا يستدعي أيضا هنا التساؤل عن واقعية الإعلان الحكومي إنهاء أو ما سموه النصر على التنظيم في داخل العراق؟ يعني هو سيدي حيدر العبادي كان ينوي أن يكون في ولاية ثانية. الجميع قال بأن الإعلان النصر على تنظيم الدولة إعلان مبكر جدا وإعلان غير واقعي. نعم تنظيم الدولة خسر الأراضي، لكن لم تكن هنالك تأكيدات استخبارية حقيقية بأن هذا التنظيم قد انتهى. هذا التنظيم قادر على أن يتشكل من جديد، لكن حيدر العبادي استبق الأحداث من أجل ولاية ثانية. وعندما فشلت الولاية الثانية اليوم نجد حتى حيدر العبادي يصرح تصريحات مغايرة لما صرحها من قبل. لكن سيدي الفارق اليوم الخطير جدا أن نحن نعلم بأن الجانب الأمريكي والقوات الأمريكية والتحالف كان هو عامل الحسم ضد تنظيم الدولة. اليوم نفتقد لهذا التحالف، اليوم لا نعرف حقيقة علاقة حكومة بغداد مع القوات الأمريكية. نجد هنالك غير تنسيق ولا يوجد تنسيق، هنالك تنافر، وهذا بالنتيجة سوف يستغله تنظيم الدولة، يرتب أوراقه على هذا الخلاف. وهذا ما ذكره أيضا تقرير ألماني، ذكر أن صراع النفوذ في العراق هو جزء من حرب ترامب على إيران. إلى أي مدى ترى أن العراق بات ساحة فعلية للحرب بين أمريكا وإيران؟ وهو اليوم نحن نعلم بأن التحركات الأمريكية وحتى التحركات الفرنسية وتحركات حلف الناتو ليست تحركات سياسية، هي تحركات عسكرية بحتة. هنالك تثبيت قواعد وتثبيت موطئ قدم من أجل مرحلة قادمة مع الصراع مع إيران، وحتى
هذه العمليات الصغيرة التي يقوم بها تنظيم الدولة هي أيضا اختبار لحقيقة الدعم الإيراني الذي صدع رؤوسنا به الحكومة والميليشيات بأن الدعم الإيراني كان عامل الحسم. اليوم هنالك قد تكون هنالك مرحلة اختبار جديدة من تنظيم الدولة لأنه لهذا الدعم بخروج العامل الأمريكي من صراع التنظيم مع القوات الحكومية. لكن نبقى نقول بأن الأمريكان اليوم والإيرانيين اختاروا ساحة العراق لكون أن العملية السياسية وأحزابها ضعيفة وغير قادرة على أن تنأى بالعراق من هذا الصراع. شكرا جزيلا لك بن برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي الهامي.